حياكم الله عمامنا، بارك الله بكم، جزاكم الله خير. جزا الله خير الشيخ ايضا اللي مجتمعين اليوم يم اهلنا وناسنا ومشتاقين لكم من زمان ما صارت لنا لقاءات. نسال الله سبحانه وتعالى يكون لقاءنا هذا لقاء خير وبركه ان شاء الله، ولقاء ان شاء الله الناتج ماله ايضا يكون ناتج خير وبركه علينا وعليكم وعلى منطقتنا وعلى بلدنا ان شاء الله بالكامل. ان شاء الله ان شاء الله حياكم الله. كل الحب والاحترام والتقدير، جزاكم الله خير وبارك الله بكم. احنا حقيقه بهذه الايام مقبلين على مرحله، هاي المرحله تتطلب من عندنا ان نجلس هاي الجلسات ونتشاور بيناتنا ونتفاهم ونطلع بصيغه، واكيد يعني الاتفاق الناتج ماله ان شاء الله يكون خير، لان احنا اليوم بهاي المرحله لازم نتفق ولازم نحط ايدينا بيد بعض. واليوم اذا اجتمعت السلطه مع الشعب او مع النفوذ مع حضراتكم راح نقدر نسوي شيء ان شاء الله. من دونكم ان شاء الله بهاي المرحله القادمه لربما تبقى الوضع على ما هو عليه. عندما نتكلم عن مرحله تغيير، عندما نتكلم على مرحله نحتاج بيها سد حاجتنا، سد ما يمكن من متطلباتنا سواء كانت اليوميه وسواء كانت خدمات او البطاله اللي موجوده عند شبابنا او الى غيره من كثير من الامور، الخدمات اللي احنا بامس الحاجه لها. فنقول احنا اليوم لم نستطع خلال السنوات التي مضت، لم يستطع من كان يتقلد الامور ان ينجز ما يمكن عليه انجازه، فبالتالي وصل الحال على ما هو عليه اليوم. لذا يتطلب الحال تغيير جديد وعمل جديد لمرحله جديده ان شاء الله. يوم 12/5 هو يوم واحد بس يوم باربع سنين، يوم واحد بس يوم باربع سنوات. اربع سنوات تحدد مصيرنا مع منو اللي يعمل، منو اللي يشتغل لنا. اليوم يرهم الكلام ويرهم الحكي ويرهم التشاور، لكن بعد 12/5 ما عاد يفيد السوالف بعد.